أخبار الظهيرة مباشرة على الأولى، أهلا بكم. والبداية بأبرز العناوين. بمدينة سان بيدرو وأمام منتخب الكونغو الديمقراطية، أسود الأطلس في رحلة البحث عن ضمان بطاقة العبور إلى دور ثمن نهائي كأس إفريقيا للأمم بالكوت ديفوار. ميناء الدخل الأطلسي مشروع ضخم برؤية ملكية استراتيجية لجعل الواجهة الأطلسية المغربية منصة للاندماج الاقتصادي القاري والعالمي. وضمن النشرة قراءة في أهمية وآفاق المشروع على الصعيدين الإقليمي والدولي. بالرياض انطلاق أشغال المنتدى الاقتصادي المغربي السعودي، منتدى يتوخى تعزيز الشراكة الاقتصادية وتطوير التعاون التجاري وتسريع الاستثمارات. أهلا بكم من جديد. بعد أداء راق وفوز مريح بثلاثية أمام تنزانيا، يخوض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم اليوم غمار ثاني مواجهات نهائيات كأس إفريقيا للأمم بالكوت ديفوار، حين يقابل منتخب الكونغو الديمقراطية وأمامه تحديين رئيسيين: الحرارة المفرطة وخصم متعطش للفوز. أسود الأطلس على موعد إذن مع فهود الكونغو الديمقراطية في الساعة الثانية زوالا بتوقيت المحلي، في مواجهة قوية تجمع تفاصيل كثيرة يجدها وليد الرقراقي اختبارا حقيقيا للفريق الوطني. محمد بن سرقة. أسود الأطلس في ثاني محق ضمن المجموعة السادسة من نهائية كأس أمم إفريقيا الكوت ديفوار 2023 أمام منتخب محترم الكونغو الديمقراطية، والتقى المنتخبان في 14 مباراة، إذ حقق أسود الأطلس 4 انتصارات مقابل 3 هزائم و7 تعادلات بين المنتخبين. اللقاء لن يكون سهلا على المنتخبين معا. أول حاجة هي نساو الماتش اللي داز، كنعرفوا سين كومبيتيسيون اللي كي تري ديفيسيل في لو بلان مونتال في لو بلان اتليتيك، واي ماتش عندها لا فيريتي ديالها. دونك حنا عارفين ملي بدينا مزيان خاصنا كونفيرمي مع واحد الفرقه اللي ما غاديش تكون سهله، اللي حتى هما غيبغيو يديو لي بوين باش تاهلوا حتى هما رابيدمون. مع الاحترام ديال الكونغو، كنعرفوا لا dernière confrontation كانت l'élimination في كوب دي موند، دونك غيجيو بون موتيفاسيون اكسترن امبورطونته. الناخب الوطني وليد الرقراقي تحدث باحترافية كبيرة في الندوة الصحفية التي تسبق المباراة، وأكد على عدم أهمية الإحصاءات التي تسبق أي مواجهة أيا كان الخصم، سيما في هكذا مسابقات، فكل مباراة لها حيثياتها الخاصة التقنية الفنية الذهنية التكتيكية. وقال إن منتخب الكونغو الديمقراطية من كبار القارة السمراء في كرة القدم، كما أثنى على مدربه الفرنسي سيباستيان ديوسابر ذو الحنكة والتجربة الطويلة والكبيرة على الساحة الكروية القارية. De toute façon, moi, je suis pas un entraîneur qui vit dans le passé. Les chiffres. On a gagné. On est la bête noire. منتخب الكونغو الديمقراطية له مدرب كفء. وسبق له التدريب في المغرب، لكل لقاء قراءته وأسلوبه الخاص. الكونغو الديمقراطية بالأمس ليس هو منتخب اليوم، ومنتخب المغرب بالأمس ليس هو المنتخب المغربي الذي يشارك في نهائيات كأس أمم إفريقيا بالكوت ديفوار. الأكيد ستكون مباراة متكافئة بين الطرفين، وستحسم بجزئيات صغيرة ودقيقة. هو تحدي جديد بالنسبة للمنتخبين معا. Mais voilà, on est sur un nouveau derby, on va dire pas un derby, mais un nouveau challenge pour le Congo, pour le Maroc. وقد أجرى المنتخب الوطني لكرة القدم آخر حصة تدريبية في أجواء
أكثر من رائعة، كما شهدت ارتفاع درجات الحرارة، وكما بدأ انسجام كبير بين لاعبي أسود الأطلس. وقد عين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم طاقما تحكيميا من كينيا لقيادة مباراة المنتخب المغربي ضد منتخب الكونغو الديمقراطية. ومن سان بيدرو ينضم إلينا مباشرة الصحفي بالإذاعة الوطنية عادل العلوي. إذن الاتصال غير جاهز لحد الآن، ونواصل. إذن الجماهير المغربية بالكوت ديفوار شغلت دنيا الكرة هذه الأيام، وذلك في هذا البلد الإفريقي الشقيق. تشجيعات مغربية بأسلوب لا يقبل النسخ، طريقة وإتقانا وأخلاقا أيضا، وهي تنتظر اللقاء الثاني للأسود، وضعت بدورها تخمينات لنتيجة المباراة. فردوس الحرش، خالد سنوسي ومراد عربان. تمغربيت، كلمة يمكن أن تلخص الأجواء هنا بسان بيدرو ساعات قبيل مواجهة المنتخب المغربي لنظيره من الكونغو الديمقراطية. الأجواء هنا لا تخلو من مراحنا نحن المغاربة، موسيقانا وروح الدعابة التي خبرناها ونعيش تفاصيلها أينما حللنا وارتحلنا. ما بقيش بينا نسمعوا ديك التوقعات والربوع صافي، حنا ديما قول لي هي النتيجة، ما بقيش تقول لي واش هادير. النتيجة راه باينة 3-0 ان شاء الله، ما كاينش واحد الزير ولا هذيك الهضرة، تنضربوا جوج بيوت 3 باش نبقاو منفسين مع راسنا. ان شاء الله 3-0 ان شاء الله، واللي غادي يسجل البيوت راه معروفين، غادي ان شاء الله غادي يكون داكشي، غادي نزهو في التيران ان شاء الله. وحنا ديما مغرب وديما مغرب، حنا جينا باش نشجعوا المغرب، باش نشجعوا الفريق الوطني ان شاء الله. ان شاء الله غيسجل الجياش وغيسجل النصيري باش يحيد عليه داك الضغط ان شاء الله اللي كاين فيه، وداكشي ان شاء الله 2-0 سكور اكزاكت. الله الماتش الجاي عارفين 1-0 مع الكونغو، لانه شويه ماشي بحال تنزانيا، ولكن انا عارف من بين الله سبحانه وتعالى 2-0. التوقع سيد الموقف هنا، لا صوت يعلو فوق صوت النتائج المرتقبه لمباراه الغد. الشيء الوحيد المتفق عليه رجاء ان تكون حصه الغلبه من نصيب الاسود. اولا احنا فرحانين، اولا كاع المغاربه فرحانين، ومن حتى وصلنا للدومي فينال الا اننا ان شاء الله غادي نتيو الكاس. ما جيناش لهنايا باش ركك، جينا باش نتيو الكاس، الجمهور ديال اللي تيتواجد هنا في كوت ديفوار، المغاربه اللي تيتواجدوا هنا في كوت ديفوار، الاخرين اللي بيجيو من المغرب والحمد لله اللي جاوا من قبل، هذا تيخلينا ان شاء الله غادي نكون منتحمين نشجعوا المنتخب ديالنا في المستوى وما يكون الخير. وتوقعاتي ان شاء الله 2-0 ان شاء الله. الله، هذه المقابله غننتصروا ب 2-0 ماشي 3 ماشي 4، نبغي نعيجوا لنا الوقيته في التوقيت اللي لعبنا في المقابله الاولى، ماشي هو التوقيت هذا، لان التوقيت لعبنا مع الساد العشيه، هذه المقابله ديال الحد غادي يلعبوا مع الجوج، يعني كاينه واحد شويه الرطوبه، كاينه الحراره، وحنا عندنا رجال وثاقين فيهم، وكنتمنى يربح المنتخب المغربي. وتوقع للمباراه 3-1 ان شاء الله، 3-0 احسن، ما بغيناش تدخل علينا البيت، وديما مغرب. الاجواء المغربيه بسان بيدرو حاله بهجه لا تخطئها العين، كل المشجعين هنا سفراء للعلم الوطني، يتغنون بثقافتنا وتنوع مشاربها، ولا يكلون جهدا في التعريف بخصائصها. ونبقى بمدينة سان بيدرو التي تحتضن مباريات المجموعة السادسة التي تضم منتخبات المغرب، زامبيا، والكونغو الديمقراطية وتنزانيا. قميص الأسود الأكثر طلبا هناك لأنه يحيل على منتخب حقق إنجازا عالميا غير مسبوق على الصعيد الإفريقي. مغاربة من مشجعي المنتخب الوطني يوزعون الأقمصة الوطنية على ساكنة المدينة. عماد أمسمير. فرحة كبيرة للإيفواريين بالحصول على أقمصة المنتخب المغربي، كرم المغاربة وتآخيهم مع باقي الشعوب الإفريقية تمثل اليوم في توزيع أقمصة بالمجان على محبي المنتخب المغربي للمساهمة في تشجيع المنتخب في سان بيدرو وإعطاء صورة متميزة عن الشعب المغربي. هذه الأقمصة درناهم كنعطيهم مجانا للناس ديال كل شيء، للإيفواريين المغاربة كل شيء، باش
باش كنعطيو واحد الصوره مزيانه للمغرب. الحمد لله والله الا شوف الشعب الكوت ديفواري اللي ترحب بينا كثير، والمغاربه دابا كيعطيو هاد الاقمصه هادو صافي بليزير نشوفوا الشعب المغربي حتى هو كيدير مبادره بحال هكا، ونكملوا بحال هكا كاع الناس اللي كاينين في كوت ديفوار يعطيو الاقمصه حتى هاد الناس هادو يستاهلوا كل شيء ورحبوا بينا. الفكره جات هكا وهايدا وصافي عملنا داك الشيء باغ لو كور، جينا نفرحوا الشعب ديال الايفواري وجينا نفرحوا عاوتاني لي ماروكان اللي جاو من المغرب حتى هما نشجعوهم هاد لي مايو كنحتيوهم فابور. نحن فخورون باستقبال المغاربه ببلدهم الثاني الكوت ديفوار، وفرحنا كثيرا بفوز المنتخب المغربي في مباراته الاولى، والانتصار الثاني سيكون يوم الاحد المقبل وسنشجعه بقوه. التفاتة تعتبر فريدة إن لم نقل وحيدة هنا بكان كوت ديفوار، توزيع الأقمصة المغربية على الجماهير الإيفوارية والإفريقية بشكل عام بالقرب من ملعب سان بيدرو لاقى استحسانا وإقبالا كبيرين. إنها مبادرة جميلة ورائعة، وأنا جدا سعيدة لتشجيع المنتخب المغربي والإيفواري. أنا أحب المغرب وأحب المنتخب المغربي ويعجبني أداؤه، وأتمنى أن يصل إلى مباراة نهائية ليقابل المنتخب الإيفواري. أحب حكيمي، إنه لاعب مشهور في العالم. تلاحم بين الجمهور المغربي والإيفواري سيكون له وقع إيجابي في تشجيع المنتخب المغربي في باقي مبارياته في كأس إفريقيا بالكوت ديفوار. ومن سان بيدرو ينضم إلينا مباشرة الصحفي بالإذاعة الوطنية عادل العلوي. مرحبا بك عادل، تسمعني؟ أكوابا زميلة لطيفة. نعم. باللغة الإيفوارية مرحبا بك، ومرحبا أيضا بمشاهدي القناة الأولى. نعم مرحبا بك عادل. إذن كيف هي الأجواء قبيل انطلاق المباراة التي تعتبر حاسمة بالنسبة للطرفين خاصة المنتخب الوطني؟ نعلم أن هناك تحدي الحرارة الرطوبة وكذلك خصم متعطش للفوز. فعلا زميلة لطيفة، لأنه هذه مباراة حاسمة، مباراة سانحة للمنتخب الوطني المغربي من أجل تحقيق التآول وحسم أمر المجموعة السادسة في حالة الفوز على الكونغو الديمقراطية بعد التفوق على تنزانيا. من مجموعة من العوامل تجعل أن المنتخب الوطني المغربي يريد أن يحسم هذه المواجهة، ولا لتأكيد تفوقه على مستوى المباريات السابقة، وأيضا من أجل تأكيد الانتصار الأول على المنتخب التنزاني. صحيح أنه هناك عوامل مناخية صعبة جدا كما تلاحظين، حرارة مرتفعة، رطوبة عالية، ستكون العائق الأول أمام المنتخب الوطني المغربي، ولكن كما قال ذلك وليد خلال اللقاء الإعلامي لم يعد هذا المعطى عائقا أمام العناصر الوطنية بعد تأقلمهم مع الأجواء المناخية، وبالتالي وجب عليهم أن يخوضوا هذه المباراة، وبطبيعة الحال يعني بغض النظر عن العامل المناخي. هناك أيضا تأر للمنتخب الكونغولي على المنتخب الوطني المغربي، هذه يعني المرة 16 التي يتواجه فيها المنتخبان، هناك أغلبية للمنتخب الوطني المغربي، وكانت آخرها في مارس سنة 2022 حين فاز المنتخب الوطني المغربي على النظير الكونغولي ب4-1 بالدار البيضاء، وعبر أثناءها بذلك إلى مونديال قطر 2022، وبدون شك سيكون رد اعتبار بالنسبة للكونغو في هذه المباراة. نعم. طيب عادل، ماذا عن التشكيلة التي سيخوض بها المنتخب هذه المباراة الحاسمة؟ يمكن القول على أنه وليد الركراكي سيحافظ على الثوابت الكبرى والأساسية للمنتخب الوطني المغربي، لن يغير هذه الثوابت، ولكن يمكن أن يقع التغيير على مستوى الرواق الأيسر. يمكن أن نرى في يعني على مستوى الجانب الأيسر بوفال عوض الزلزولي كلاعب أساسي، ويمكن أيضا أن نرى عطية الله مكان اللاعب شيبي الظهير الأيسر للمنتخب الوطني المغربي، وإن كان وليد الركراكي قد أبدى.
وأداء جيدا لهذا اللاعب الواعد الشيبي خلال المباراة الأولى، ولكن يمكن في هذا الجانب أن يكون التغيير. ما عدا ذلك أعتقد على أن وليد الغراقي سيحافظ على التشكيلة الأساسية التي خاض بها لقاء تنزانيا والتي أعطته التفوق بثلاث أهداف دون مقابل. يبقى معطى أساسي لابد أن نشير إليه أخت لطيفة هو الحضور الجماهيري، بدون شك على أنه الحضور الجماهيري اليوم سيكون حضورا متميزا لأنه أولا نهاية عطلة الأسبوع، غدا هناك عطلة أيضا هنا بالكوت ديفوار. نعم. فمغاربة أو الجالية المغربية المقيمة بأبيجون حجت بكثرة ليلة أمس وصباح اليوم إلى مدينة سان بيدرو من أجل الحضور لهذه المباراة. نعم، في هذا الإطار عديل أنتم في قلب الحدث تتابعون ما يجري الآن في سان بيدرو من استعدادات لهذه المباراة، ما هي توقعات الجمهور الرياضي هناك؟ وطبعا لطيفة التوقعات لا يمكن أن تكون إلا إيجابية، وتنعرفوا على أنه الجمهور القادم للجمهور الحاضر هنا واللي تشكل عدد كبير من الجالية المغربية المقيمة بالمدن الإيفوارية، ولا أيضا الجمهور القادم من مختلف مدن المملكة كل متعطش من أجل أن يواصل ملحمة المونديال، فالجميع هنا لا حديث له إلا على العودة بكأس أمم إفريقيا بعد اللقب الوحيد الذي في خزانة الكرة المغربية والذي حققه سنة 76 و1000. نعم، شكرا لك عادل العلوي على كل هذه الإضاءات، الصحفي بالإذاعة الوطنية كنت معنا مباشرة من الكوت ديفوار. الجمهور المغربي في كل مكان يترقب هذه المباراة التي ستجمع المنتخب الوطني المغربي مع نظيره الكونغولي. من الدار البيضاء نتابع هذه الارتسامات للمشجعين المغاربة لأسود الأطلس. نتمنى يكون الفوز لصالح المنتخب الوطني باش يأكدوا النتيجة اللي دازت أمام تنزانيا ديال 3-0 ويفرحوا الشعب المغربي، ولما لا الفوز بكأس إفريقيا إن شاء الله. احنا جيت سعداء بهذا الفوز اللي على تنزانيا 3-0، وإن شاء الله احنا وراء المنتخب إن شاء الله باش يفوز واحد النتيجة إن شاء الله، ولما لا الظفر بهذا الكان هادي وتكمل الفرحة إن شاء الله. الحمد لله كنشوفوا انسجام ديال اللاعبين وواحد الملحمة كروية يعني ما عمرنا شفناها في تاريخ كرة القدم المغربية. فكنتمنى إن شاء الله كما قال الركراكي احنا دايرين النية وغادي نبقاو إن شاء الله ديما دايرين معاهم النية، ونتمنى إن شاء الله الفريق الوطني يفوز بكأس إفريقيا إن شاء الله. وينضم إلينا مباشرة من مدينة العيون الزميل محمد بتاح. سي محمد بتاح مرحبا بك. إذا لم يبقى إلا القليل على انطلاق مباراة المغرب الكونغو الديمقراطية، كيف تصف لنا حالة الترقب وسط المواطنين بمدينة العيون؟ ونعلم أن هناك شاشة كبرى تم وضعها لمتابعة المباراة. اهلا وسهلا بك. الأكيد على أن مدينة العيون تعيش أجواء استثنائية بفضل كل المتداخلين من السلطات المحلية وكل الشركاء، تم توفير أجواء وقرية يسمى كان 2024 هنا بساحة المشور بمدينة العيون. الكل يوفر الظروف المواتية للجماهير التي الآن تأتي إلى هذه الساحة لمشاهدة مقابلة المنتخب الوطني ضد الكونغو الديمقراطية، رغم أن الجو في النهار والحر، ولكن الكل يأتي إلى هنا لساحة المشور لمشاهدة النخبة الوطنية ولتشجيعها هنا من مدينة العيون. الجسد هنا والأعين والقلوب في سان بيدرو، والأكيد على أن المقابلة في أجواء حارة بسان بيدرو، ولكن الكل يعرف قيمة النخبة الوطنية الفريق العربي الوحيد الذي حقق الانتصار لحد الساعة، ويمنون النفس لتحقيق انتصار ثاني وتنطلق الأفراح، لأنه مباراة المنتخب الوطني كل مقابلة هي نهاية، هي عرس، هي أفراح للجماهير التي تشجع من القلب وترسل رسالة لكل كتيبة وليد الركراكي أننا معكم في السراء والضراء، والأكيد على أن ثقتنا كبيرة في أن تحققوا الأماني ولما لا العودة بالكأس من الكوت ديفوار.
نعم سي محمد بتاح، قلوبنا جميعا مع المنتخب الوطني ونتمنى حظا سعيدا للعناصر الوطنية. شكرا لك، كنت معنا مباشرة من مدينة العيون. تاريخ مواجهات المنتخب المغربي ومنتخب الكونغو الديمقراطية حافل باللقاءات القوية عبر التاريخ. شكلت مباريات الكونغو الديمقراطية وبتسميتها القديمة الزاير مواجهات حقيقية ظلت سجالا بين المنتخبين منذ سبعينيات القرن الماضي. في السنوات الأخيرة استطاع الفريق الوطني تحقيق انتصارات متتالية على منتخب الكونغو الديمقراطية، آخرها الفوز 4-1 في تصفيات مونديال قطر الأخير. وحتى نربط الماضي بالحاضر لنلهم أجيالا لم تعيش زمن التألق المغربي قاريا في فترات سابقة، نستحضر من اللاعبين المغاربة الذين ساهموا في تتويج المغرب بالكأس القارية سنة 1976. عبد الله الصمات لاعب فريق اتحاد سيدي قاسم يحكي عن ذاكرة تلك الأيام في هذا اللقاء الذي أنجزه عبد الحق شرات بكاميرا محمد الناصري. شويه صعيبه بزاف على القسم، ما كناش تنسافروا بزاف وما عندناش شي فكره على افريقيا، حتى الامكانيات ما كانوش. لعبنا مقابله حبيه في السعوديه ومشينا، كانوا فرق نيت قويه، بقينا كل مقابله مقابله تنسي. لعبنا المقابله الاولى اللي ما تشجعناش فيها، تعادلنا فيها، كنا نربحوا مع سميتو مع السودان جوج. وعاودنا لعبنا المقابله الثانيه ربحنا نيجيريا، والمقابله الثالثه مع مصر حتى هما انتصرنا عليهم. افريقيا تتبغي شويه اللياقه البدنيه ويكون الانسان يكون ماشي بحال تقنية. لقاش هما كانت تيبنيو على القوه هذو افريقيا، كلشي انت تضغط تيباس كاع وتيجي حتى تيضربك في هذيك لا سيرفاس اللي سميتو فراس ولا عسيله ولا الزهراوي عنده لافراب دوبال مزيانه وتيغفل مع تيقتف تيسجل هذاك الشيء باش كان والراس ثاني مزيان حتى بالراس كان عسيله راه تيشمت لادبيرسير خرجات كورنر شاتوها كان واحد لادبيت تونسي سينيور هذاك هذيك ديك الساعه حنا كنا تنتعانقوا من المطار حتى اللي سميتو حتى لجهه العماله سميتو كان كان استقبال رائع. زعما تنشوفوا هذاك الشيء ولا حيد كاع ذاك العيا هادو زعما ما عمرهم يتنساو لينا دائما. من نشوف التصاور ديالهم وهذاك دائما ولقاش عشنا بحال خوت. وفي برنامج مباريات اليوم ضمن كأس إفريقيا للأمم إلى جانب مباراة المغرب الكونغو الديمقراطية، زامبيا ستواجه تنزانيا وجنوب إفريقيا ستلتقي بناميبيا. الوجهة الموالية الأقاليم الجنوبية للمملكة، ميناء الدخلة الأطلسي من أضخم المشاريع المندرجة ضمن النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية. هذا المشروع الملكي الاستراتيجي سيشكل رافعة اقتصادية ومن شأنه ضخ دينامية تنموية ببلادنا إلى جانب دعمه للعمق الإفريقي للمملكة. الأشغال تسير وفق الجدول الزمني المسطر لها وقد بلغت نسبة تقدمها 12%. فردوس الحرش والتفاصيل. ميناء الدخل الأطلسي مشروع ملكي بأبعاد استراتيجية،
بوابة المملكة المغربية على المحيط الأطلسي والقارة الأمريكية. إنجاز البنية التحتية المينائية لهذا المشروع تسير وفق الجدول الزمني المسطر لها بنسبة تقدم بلغت 12% من عموم الأشغال. تم من خلالها الانتهاء من الأشغال التحضيرية وكذا الشروع في إعداد الكتل الخرسانية ومواد البناء اللازمة من أجل إنجاز المنجزات النهائية. هذا المشروع الملكي الضخم يتضمن منطقة مينائية مساحتها 650 هكتار ستمكن من دعم وتطوير الأنشطة الصناعية واللوجستية للميناء وتعزيز تموقعه كأهم واجهة أطلسية لإفريقيا. تم رصد غلاف مالي يبلغ 12.65 مليار درهم لهذا المشروع، والذي يتضمن قنطرة بحرية بطول 1330 متر وثلاثة أحواض، ميناء لإصلاح السفن وميناء للصيد البحري وحوض ثالث ميناء تجاري. السعة الإجمالية للميناء ستبلغ 35 مليون طن. يعد مشروع ميناء الدخل الأطلسي واحدا من أكبر المشاريع المهيكلة في إطار النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، إذ يهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصناعية لجهة الدخل وادي الذهب، بما في ذلك الصيد البحري، الزراعة، التعدين، الطاقة، السياحة، التجارة والصناعات التحويلية، وكذا تزويد المنطقة بأداة لوجستية حديثة ومتطورة تتماشى مع طموحات المملكة التنموية. طبعا هناك الميناء الكبير للدخل الأطلسي والذي يمثل طبعا المشروع الهيكلي بالنسبة للجهة، والذي سيمكنها من انفتاح على العالم، وسوف يمثل بوابة بحرية جديدة محادية لمنطقة اقتصادية، لمنطقة صناعية ولوجستية كبيرة، مما سيجعله قادرا على استقطاب كل الفرص المستقبلية. ميناء الدخل الأطلسي مشروع وطني مهيكل على الواجهة الأطلسية للمملكة، يتماشى والرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله الهادفة إلى تنمية شاملة ومستدامة بالأقاليم الجنوبية وتعزيز البعد الإفريقي للمملكة وانفتاحها على الفضاء الأمريكي. محطة جديدة في مسار التعاون الاقتصادي بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية، اليوم انطلقت بالرياض أشغال المنتدى الاقتصادي المغربي السعودي الذي ينظم بمبادرة من الاتحاد العام لمقاولة المغرب واتحاد الغرف السعودية. منتدى يسعى إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية وتطوير التعاون التجاري وتسريع الاستثمارات. من الرياض مراسلة ليلى عسلي، أحمد الحمري وجهاد لبري. دعم أواصر العلاقات الاقتصادية والشراكات الاستثمارية والتجارية بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية هو الغاية من انعقاد الملتقى السعودي المغربي بالعاصمة الرياض، حدث استهل باجتماع مجلس الأعمال المغربي السعودي المشترك، ويشهد مشاركة مكثفة للقطاعين الخاصين للبلدين، ملتقى يؤكد على ضرورة مواصلة تعزيز العلاقات بين المملكتين خاصة على المستوى الاقتصادية. نتطلع اليوم إن شاء الله إلى التوصيات اللي بتتم إن شاء الله ونفعلها لتنشيط التجارة بين البلدين، بين السعودية وبين المغرب، لترتقي إلى مستوى العلاقات الحميمة بين بلدينا الشقيقين الأخوين. يعني اليوم تربط السعودية علاقة يعني بشقيقتها المغرب منذ ما يتقارب تقريبا 70 عام. أكثر من 100 رجال أعمال من المغرب جاءوا هنا للرياض باش يلاقيوا إخوان ديالهم السعوديين، ونشوفوا كذلك التطور اللي عرفته السعودية في هذه السنين الأخيرة، ولا سيما رؤية 2030 اللي هي رؤية طموحة. جينا كذلك باش نشوفوا فرص شراكات ما بين شركات القطاع الخاص المغربي والقطاع الخاص السعودي، ونشوفوا كيفاش نطوروا كذلك الصناعة
ويكون استثمارات الصناعة ما بين صناعين مغربيين وسعوديين باش نخلقوا قيمة مضافة للبلدين وكذلك فرص شغل للشباب. علاقات اقتصادية متينة وطموح لتسريع وتيرة استثمار المقاولات المغربية بالمملكة العربية السعودية، إذ ما يقارب 250 مقاولة سعودية منشأة بالمغرب و20 مقاولة مغربية بالمملكة العربية السعودية. الملتقى شكل مناسبة للتعريف بمؤهلات المغرب كوجهة استثمارية استثنائية. إمكانات كبيرة جدا يجب على الفاعلين الاقتصاديين المغاربة أن يستغلوها، لأن هذه المرحلة الحالية في المملكة العربية السعودية مرحلة حساسة ومرحلة مهمة جدا لاستقطاب الاستثمارات، لا من ناحية السعودية للمغرب أو للمغرب للمملكة العربية السعودية. علاقات بينية تشهد زخما وتطورا ملموسين في مختلف الأبعاد، ويسعى الطرفان اليوم إلى الاستغلال الأمثل للتعامل الصناعي بين البلدين والإمكانية الهائلة المتوفرة. ترسيخ لعلاقات تاريخية واقتصادية وطيدة بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية، فحجم المبادلات التجارية يتزايد بشكل ملحوظ، ويطمح الطرفان إلى رفعه إلى غاية 5 مليارات دولار غضون السنوات المقبلة، إلى جانب رفع حجم الاستثمارات. من الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية للأولى للعسلي وأحمد حمري. ختاما تذكير بأبرز محطات الخبر في هذه النشرة. بمدينة سان بيدرو أمام منتخب الكونغو الديمقراطية أسود الأطلس في رحلة البحث عن ضمان بطاقة العبور إلى دور ثمن نهائي كأس إفريقيا للأمم بالكوت ديفوار. ميناء دخل الأطلسي مشروع ضخم برؤية ملكية استراتيجية لجعل الواجهة الأطلسية المغربية منصة للاندماج الاقتصادي القاري والعالمي. وضمن النشرة تابعنا قراءة في أهمية وآفاق المشروع على الصعيدين الإقليمي والدولي. وبالرياض انطلاق أشغال المنتدى الاقتصادي المغربي السعودي، منتدى يتوخى تعزيز الشراكات الاقتصادية وتطوير التعاون التجاري وتسريع الاستثمارات. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.